موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم التيمم ودليل مشروعيته. فالعلماء يقولون التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو من محاسن يعني هذه الشريعة العظيمة ومن خصائص هذه الأمة، يعني ليس في أمة سابقة هذا التشريع. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث صحيح رواه البخاري. ويعني قد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت يعني شرائطه، وأنه يقوم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين.